جميعا بكل خير. نحييكم أجمل وأطيب تحية من هنا، تحية صباحية من عاصمة الميادين ميدان الوهبة الذي يشهد هذا الانطلاق لسن الإذاع لأبناء القبائل وعلى قناة أبوظبي الرياضية الثانية من تتابعون هذه الانطلاقات التي تأتي شوطا لا يقل أهمية، شوطا خصص للأبكار لذاع المهجنات الأصائل. مسافتنا هي 6 كيلومتر. نبحر بكم مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول من تأتي مراسيل لمحمد بن حمد بن الدحبه العامري، من يقدم لنا مراسيل النواميس على الصدارة. النقلة مباشرة مع المركز الثاني، تليها مباشرة في ثاني المراكز تتقدم في هذه اللحظات. مشاهدين الكرام تصل مباشرة مع المركز الثاني، ولكن من تغير نوف أم 3 حروف غيرت إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. تعود الملكية لبخيت بن غالب بن سلطان المنصوري، من يعلن حضور بن غالب في هذا الصباح مع المقدمة والصدارة. المركز الثاني تأتي مراسيل لمحمد بن حمد بن الدحبة العامري، من يقدم لنا مراسيل مع المركز الثاني. ثالث المراكز الوصول والقدوم من منصورة باحث عن الانتصار، منصور بن مبارك بن علي الشريفي، من يقدم لنا منصورة مع المركز الثالث. انتقل مباشرة إلى هوايل، سعيد بن ناصر بن حمود المالكي، من يقدم لنا هوايل وقادم من السلطنة، ويا مرحبا بالمالكي مع المركز الرابع. خامس المراكز وصول وقدوم بهذه اللحظات، تتقدم غارة خليفة بن محمد بن لويع الخيلي، من يقدم لنا غارة مع المركز الخامس. المركز السادس وصلت ترهونة، حمد بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري، من يقدم لنا ترهونة مع المركز السادس. سابع المراكز تاتي الفايزة، مسفر بن حزام بن سويد الدوسري، من يقدم لنا الفايزة مع المركز السابع. ثامن المراكز هنا متعبة، تعود الملكية لحمدان بن عواد بن سليم العميري، من يقدم لنا متعبة مع المركز التاسع. عاشر المراكز من تاتي شودة، فالح بن عبد الرحمن بن سلطان القحطاني. هكذا النتيجة، هكذا المراكز المتقدمة، أكملناها كاملا مكمل مع شوطنا الأول للإذاعة المهجنات الأصائل. لا يقل أهمية هذا الشوط. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، نوف على الصدارة، نوف على المقدمة. تعود الملكية لبخيت بن غالب بن سلطان المنصوري، من يقدم لنا نوف، ولكن مراسيل، مراسيل انطلقت إلى الصدارة مباشرة. تعود الملكية لمحمد بن حمد بن الدحبة العامري، غير مشاهدين الكرام إلى الصدارة هو البداية الأولى، ويقدم لنا مراسيل من تعلن حضورها مع القيادة. تعود الملكية لمحمد بن حمد بن الدحبة العامري. المركز الثاني من تاتي نوف، بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري. المركز الثالث منصورة، يا منصورة. تعود الملكية لمنصور بن مبارك بن علي الشريفي، من يقدم لنا منصورة مع المركز الثالث. رابع المراكز هوايل، وصلت هوايل سعيد بن ناصر بن حمود بن حمد المالكي، من يقدم لنا هوايل وتغير من مركز إلى مركز، أعلنت حضورها مع المركز الثالث. المركز الخامس تأتي هنا ترهونة، حمد بن ناصر بن سالم الحفيظ المري، من يقدم لنا ترهونة مع المركز الخامس. المركز السادس غارة خليفة بن محمد بن لويع الخيلي، من يقدم لنا غارة وتغير من مركز إلى مركز، وعينها وغارتها إن شاء الله للناموس يا بن لويع. الوصول والقدوم هنا مشاهدين الكرام، تتقدم شودة، فالح بن عبد الرحمن بن سلطان القحطاني، من يقدم لنا شودة. الوصول في هذه اللحظات هو الانطلاق الممتاز في هذا الصباح، من اللي واصل، من اللي قادم. الفايزة مسفر بن حزام بن سويد الدوسري، من يقدم لنا هذا الاسم. وصول جديد، قدوم من أمجاد، وصلت أمجاد، يا سلام، باحث عن الأمجاد سعيد بن صالح بن سعيد الجديد.
ربوع المري من يقدم لنا مقاد القدوم والوصول من حربة محمد بن راشد بالسم المنصوري من يقدم لنا حربة في هذا الصباح الكل ينطلق الكل يتقدم الطموح الفوز والناموس غير في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة الكل فايز هذه المشاركة طعمه غير ميدان الوثبة عاصمة الميادين نعود مع البداية نعود ونذكر 2 كيلومتر من عمر الشوط ما تبقى إلا القليل عن الناموس عن الفوز والانتصار وهنا مشاهدين الكرام 6 من الأبكار 6 من الندر المهجنات الأصايل في موقع واحد ولكن البداية والمقدمة مع مراسيل ما زالت ترسل مراسيل الناموس وتسيطر مع البداية مع المقدمة محمد بن حمد بن الدحبه العامري من يقدم لنا مراسيل المركز الثاني نوف تتقدم تصل هنا مع المركز الثاني أبخيت بن غالب بن سلطان المنصوري المركز الثالث هوايل سعيد بن ناصر بن حمود المالكي يا سلام ولكن وصلكم بالويع وصلتكم غارة غارة يا غارة غارة وشنة الغارة وتغير من مركز إلى مركز تعود الملكية الخليفة بن محمد بن الويع الخيلي ومن الجانب الآخر هناك منصورة منصورة يا منصورة باحثة عن النصر والانتصار من يقدم منصورة هنا منصور بن مبارك بن علي الشريفي غارة ومنصورة غارة ومنصورة الاسم على مسمى يا سلام من أجل الناموس من أجل الفوز غارة 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 هي المسيطرة المركز الثالث هنا تتقدم ترهون حمد بن ناصر بن سالم الحفيظ المر المركز الرابع نوف تعود الملكية أبخيت بن غالب بن سلطان المنصوري حان وقت الجد يا أخوان الكيل الأخير روح اللي بيروح انطلق إلى الناموس انطلق إلى الفوز إلى الانتصار طعمه غير ميدان الوثبة عاصمة الميادين غارة 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 شنت الغارة انطلقت غارة إلى الناموس يا بالويع إلى الفوز يا سلام أهالي أهالي أرماح ينتظرون السلامات ما شاء الله وتبارك الله غارة يا غارة انطلقت لناموس هذا الشوط إلى الفوز إلى الانتصار إلى الإبداع يا سلام غيرت من سمعة الزقرة يا بالويع غادرت بناموس هذا الشوط انطلقت إلى الفوز إلى الانتصار صباحك ورد يا بالويع بتاريخ 6/12 بيوم الثلاثاء سجلت نقطة ذهبية في ميدان المرموم في تحفة الميادين مشكور مشكور يا سالم الحبسي وحصلت على أفضل توقيت زمني وقدره 9:23 7 من الأجزاء مشكور يا الحبسي ومشكور يا بن الويع هذا مشاهدي الكرام تعيد ماضيها والتهني لك يا عبد الله يا زميلنا عبد الله عثمان العمدة صباحك ورد وصباحك مميز يا بن الويع والتهني أيضا لمنصور بن محمد بن الويع الخيلي مشكور على هذا الفوز والانتصار يا خليفة تهانينا والانتصار ويفوز بأول أشواط المهجنات في هذا الصباح المركز الثاني وصلت منصورة لمنصور بن مبارك بن علي الشريفي المركز الثالث نوف لبخيت بن غالب سلطان المنصور المركز الرابع ترهونة حمد بن ناصر بن سالم الحفيظ المري مراسيل مع المركز الخامس لمحمد بن حمد بن الدحبة العامري هكذا النتيجة هكذا الفوز هكذا الانتصار والتهنية بالفعل تحمل الرقم 1 وأتت مع هذا الرقم من حبها لها مشاهدين الكرام غارة خليفة بن محمد بن لويع الأخيل يسعد الله صباحك وسق الله دارك وين ما يسكن أهالي رماح 9:23 3 من الأجزاء تهانينا والناموس لك يا بن لويع على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني من وصلته مشاهدي الكرام مع المركز الثاني وفي انتظار التوقيت الزمني مع المركز الثاني منصورة لمنصور بن مبارك بن علي الشريفي قطعت المسافة في زمن وقدر مشاهدي الكرام 9:27 9 من الأجزاء هكذا كانت النتيجة المركز الثالث وصلت مشاهدين الكرام نوف لبخيت بن غالب بن سلطان المنصوري قطعت المسافة في زمن وقدره 9:31 1/1 هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام تهانينا والناموس ولا نحيل الكلمة والمايك للزميل حمد بن